خير. المساحة القادمة ذاكرة الشروق، سنين عدة قدمت قناة الشروق عدد من الفترات البرامجية لمشاهديها داخل السودان وخارجه، تنوعت في كثير من الضروب والاهتمامات المختلفة. نذهب بذاكرة الشروق لواحد من البرامج اللي يتحدث ربما عن الثقافة، عن السودان، عن الشخصية السودانية أيضا يعني. نعم، واحد من البرامج مننا وفينا من بلدنا، نشاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباب الأصدقاء في كل مكان، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد في كل بقاع الدنيا، كل المسلمين هذا العيد السعيد نتمناه أن يعود عليكم بالخير واليمن والبركات. الشروق في هذه الظهيرة تبتدر معكم هذا اللقاء وهذه اللقاءات التي تمتد لخمسة أيام من هذا العيد السعيد تحت عنوان من بلدنا. ومن بلدنا هي الطواف على السودان، عادات وتقاليد وموروثات، شمالا جنوبا شرقا غربا وسطا، نحكي عن هذا السودان، عن إنسانه، عن قبائله، عن هذا التنوع الذي يمثل عنصر قوة لهذا السودان الحبيب الجميل. هذه الظهيرة سنقف وستكون الرحلة في واحدة من بقاع السودان الجميلة، هذه البقعة التي نحن بصددها الآن، جميلة وطيبة بإنسانة بنيلة بنخيلة، شمال السودان تحديدا منطقة الشاقية التي تستقبل كل السودانيين في هذه الظهيرة لتقول بطريقة خاصة كل عام وأنتم بخير. من بلدنا من شمال السودان منطقة الشاقية في حضور أنيق ووسيم وجميل من شعراء وباحثين وأهل المنطقة، حاتم والفاتح والسفلة. أستاذ طارق، يمكن نحن اليوم في منطقة الشاقية ودارين نخش الشاقية كثقافة وكعادات وتقاليد، النيل والنخيل والإنسان الجميل، عاوزين نخش بيت بيت، بيت الفن في الشاقية، بيت الأدب في الشاقية، بيت الثقافة. يمكن يعني الشوايقة بطبيعتهم في العيد محنتهم بيزيد شوية، خاصة لما نتذكروا الناس في الغربة. مش بيزيد، هي اصلا زايده لكن بتطمح. لكن اخونا الفاتح ده يخلي هو لانه جرب الغربه اكثر منا بالنسبه لنا احنا. والله طبعا العيد في الغربه صعب، لكن ما اجمل العيد لما تكون في حضره الاهل والاحباب وروعه العيد، لانه قبل زي ما كنا نتناقش صباح العيد وقت يشرق بننسى عشانه اي خصام ونتبادل تهاني العيد ونتواصل مع الأرحام، نطوف الحل ببيت بيت، نزور الفقراء والأيتام، قلوبنا بيوت مثل جلاليبنا، نفوسنا رقيقة كالأنسان، نرسم لوحة الأعياد خطوط وفا ومداد السلام. نعم، العيد عنوى السفلى. إذا أنا بقول لكم عليكم الله يا أحباب، اتلموا تعالوا قراب وخلونا نعيش أيامنا، الموت يدخل في الباب، الدائرة السعادة يكوسة، بيننا بين حزننا حجاب، أول في رنين الضحكة غمة في لغة الأحباب، ويا أخواننا التفاؤل نعمة ديما يريح الأعصاب، والزول اللي يكون متشائم العصفور يشوفه غراب. ونحن عاوزين نشوف هذا اليوم جميل ولطيف بأغنيات الطنبور وإيقاع الشمال الجميل. معانا اليوم اثنين من الفنانين الجميلين جدا في هذا العيد، فنان عبد الغيوم الشريف وخالد عثمان النجيب. نستمع لعبد الغيوم في أول وصلاته ونتواصل في هذا الحوار الجميل بوجود كل المشاهدين معنا عبر من بلدنا.
الاطلاع في الكنترول هذه الماده كانت برنامج من بلدنا تحيل اهلنا الشرقيه، تحيل ايزو اللي بيحب السلك الطنبور يعني الذي يتغلغل في الودان ويطرب السامعين. نعم.